السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتنا الكرام، أيها المدرسون، أيها الأولياء والمعلمون، كل من تعنيه العملية التعليمية خاصة بالنسبة للغة العربية للناطقين بغيرها، سواء كانوا في دول عربية تماما أو في بلاد الغرب أو في خارج دول العربية. أردت أن أعرفكم بالحقيبة التعليمية التي أعددناها منذ ما يقارب 10 سنوات. هذه الحقيبة التعليمية التي بدأنا بإخراج 4 كتب منها، وقد اشتملت على كتاب السنة الأولى بجزئيه الأول والثاني، وهو يحتوي على كل المواد التعليمية التي نقدمها عادة في مدارسنا العربية والإسلامية في فرنسا مثلا، هي القرآن وتفسيره، القراءة وتمارينها، التعبير، الحساب، التربية الإسلامية، اليقظة العلمي، الخط والنسخ، التمارين المنزلية، البراعة والمسابقات. لذلك نرى أن المعلم لا يبقى مضطرا لإعداد الدروس بالطريقة التقليدية التي يلتقط فيها دروس من هنا وهناك من كتب متعددة يبحث عنها كل أسبوع، بل يجدها جاهزة كاملة بطريقة مدرسية معروضة ومقدمة للتلميذ نفسه ولكل من يلتقي مع التلميذ في العملية التعليمية، أي الأولياء، المسؤول التربوي، وكذلك الإدارة والتلميذ نفسه والمعلم بالطبع. إذن بعد أن أخرجنا هذه الكتب 4 انتقلنا والحمد لله بعون من الله إلى إعداد بقية الكتب في بدءا من المستوى التحضيري. عندما يكون الطفل عمره 3 سنوات فأعددنا له كتابين، كتاب في المواد اللغوية وكتاب للمواد التربوية والعلمية. أضفنا كتابا آخر للتلاميذ الذين تكون أعمارهم 5 سنوات، فاشتغلنا كذلك على كتاب في التربية الإسلامية يحتوي بالطبع على مواد القرآن الكريم وتفسيره، التربية الإسلامية، المفاهيم العلمية، الحساب والمسابقات والتعليم عن طريق التنشيط، كذلك التمارين المنزلية والألعاب. قدمنا مستوى السنة 4 وخصصناه للمواد اللغوية والعلمية كما قلت. أخرجنا المواد التربوية منها خاصة مادة تفسير القرآن الكريم وتحفيظ القرآن، ثم التربية الإسلامية والتاريخ والسيرة. هذه جعلناها في كتاب على حدة حتى نمكن كل من يريد أن يعلم اللغة العربية أو يتعلمها من الفصل بين المواد الدينية والمواد اللغوية، لأننا ربما كذلك رأينا أن هناك أشخاص أو مدارس مثلا التي ليس هدفها بالضرورة تعليم الدين الإسلامي أو التربية الإسلامية إضافة إلى اللغة العربية. ونحن لا ننسى أننا في الغرب وهناك عديد المدارس مثلا المسيحية الأصل أو التي لا ترى ضرورة أن تعلم المادة الإسلامية. وقد ألفت في هذا كتابين للمواد اللغوية والمواد العلمية للسنة 4، كذلك كتاب تربية إسلامية وتاريخ وسيرة للسنة 4، وثم بعد ذلك مباشرة نفس الشيء كتاب للسنة 5، قراءة، تعبير، نحو، تصريف، مفاهيم علمية، تمارين منزلية إلى آخره، لغوية، ثم كذلك كتاب في التربية الإسلامية وموادها. ومن السنة 5 بالطبع ألفت للسنة 6، نفس الشيء، نفس المواد ونفس السلسلة تتواصل بنفس المنهجية بصفة عامة. أما بالنسبة للكبار فقد أخرجنا كتابا يحتوي على مواد كلها موجهة لرجال الأعمال خاصة، ثم لها لمسة سياحية كذلك، فهي ستعلم الكبار العربية الاستعمالية في هذه المجالات عندما خاصة يذهبون إلى الدول العربية وبصفة أخص ربما دول الخليج أو حتى دول المغاربية إلى آخره.